فعلا هذا المنتدى الذي يأتي في نسخته الحالية لأول مرة في السعودية وخارج مقر المنظمة المنظمة الأممية للتنمية الصناعية اليونيدو، والتي اعتادت أن تقيم هذا المنتدى في فيينا، لكن لأول مرة يقام في العاصمة السعودية الرياض. متوقع اليوم أن يكون هناك جلسات عديدة وبحضور كبير من عدد من وزراء الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا دول العالم على سبيل المثال، وعلى رأس هذه الأسماء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس بندر الخريف، بالإضافة إلى ضيف الشرف لهذا المنتدى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وزير الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بالإضافة إلى وزير الصناعة في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية وغيرها من المسؤولين، وأيضا مدير منظمة اليونيدو ونائبه أيضا. هذه الجلسات ستمتد إلى ساعات المساء اليوم وأيضا يوم غد في اليوم الثاني، أيضا سيكون هناك جلسات عديدة. كل هذه الجلسات ستتمحور حول بحث الاستدامة للمناطق الصناعية في العالم. أيضا هذا المنتدى سيبحث عدة ملفات رئيسية، أولها بناء استراتيجيات لتطوير سياسات صناعية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي خاصة في الدول الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة طبعا إلى إيجاد استراتيجية صناعية عربية موحدة تحت مظلة الأمم المتحدة، وأيضا وضع الاستراتيجيات للأولويات الصناعية. في الفندق الذي يشهد هذا المنتدى أيضا هناك قاعة بجانب قاعة الجلسات الحوارية، وهي قاعة لاستعراض مبادرة التنمية الصناعية السعودية، أو بتعبير دقيق الاستراتيجية الوطنية السعودية. هذه الاستراتيجية التي تتضمن أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة 261 مليار ريال سعودي. في هذه القاعة المشاركين والمتحدثين والمهتمين في مجال الصناعة سيتجولون بها ويتعرفون على هذه الاستراتيجية وأبرز الفرص المتاحة في السعودية من خلال المدن الصناعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين في قطاع الصناعة. متوقع أن يحضر هذا المنتدى أكثر من 5000 شخص ما بين متحدث ومشارك ومهتم ومستثمر في قطاع الصناعة منذ ساعات الصباح الأولى، والعدد كبير جدا بالنسبة للحضور.